بتعملي دايت انت بقالك شويه وماشي الحال وملتزمه جدا وشايفاك يعني عندك اراده قويه قوي. لا وبعدين بحس ان هضمي بينتظم وما عنديش مشاكل بقى الانتفاخات والاوجاع وعسر الهضم. يعني الواحد برضو لما بيلتزم وبيدي جسمه اكل الى حد ما يعني معقول وظريف وما فيهوش دهون كتير وما فيهوش نشويات كتير, انت كمان جسمك بيستريح يعني وبيديكي زي مقابل نشاط, بتحسي انك ما عندكيش اوجاع, ايدك حلو, يعني تحسي انك قادره تعملي حاجات كتير. يعني مش دايما من منطلق اني بلبس ميديوم ونفسي البس سمول, مش دايما من منطلق انه يعني الاخر شايفني ازاي, لكن من منطلق صحي اكتر طبعا. الواحد لو مشي شويه لو غير المايند سيت بتاعه طبعا هيستريح اكتر وهو بياكل اكل صحي طبعا. والحقيقه انه يعني انا شايفه انه العالم كله متجه ناحيه الاكل الصحي صحيح. والاكل الطبيعي والبعد طبيعي عن المعلبات تعبير صحيح. والبعد عن الدهون المهدرجه والبعد عن الاكل المصنع. الحقيقه انه بقى في وعي كبير بالبعد عن السكريات وبالبعد عن الدقيق الابيض والحاجات المصنعه والمكرره كتير والحاجات دي صحيح. وحتى الشباب بقوا مهتمين جدا انهم يروحوا الجيم ويتمرنوا وياكلوا اكل كويس ويتبعوا نظم غذائية كويسة, ودي حاجة جميلة جدا انه العالم انتبه قد ايه الاكل شيء مهم جدا ومؤثر اساسي واول واخير في صحتنا. بس الغريب جدا انه مع كل ده في حاجة غريبة جدا بتحصل وبتحصل بوضوح ولفتت انتباه العالم, وهو زيادة نسب السكر او الاصابة بمرض السكري عند الاطفال والشباب والمراهقين. حين دي ما بقتش ظاهرة احنا ملاحظينها, هي دي بقى واقع احنا عايشينه وارقام حقيقيه يعني. وارقام ودراسات اتعملت واثبتت انه فعلا الشباب والمراهقين اكثر عرضه للسكري من بقيه الناس او نسب اصابتهم بالمرض عليت جدا. وده كمان بناء على اخر دراسه اتعملت, دراسه او دوريه طبيه اسمها بي ام جي, دوريه طبيه بريطانيه انجليزيه نشرت او حذرت من ارتفاع الاصابه بمرض السكر بين فئه الشباب, واظهرت نتائج الدراسه دي اللي اجريت على 200 دولة أن معدلات الإصابة بالسكر عند المراهقين والشباب ارتفع بمقدار النص على مستوى العالم خلال 30 سنة اللي فاتت. صحيح. يعني مع زيادة اهتمامنا بالأكل وبالصحة وبالأكل الصحي يزيد معاه إصابة الأطفال والشباب بالسكر, وده شيء غريب جدا. بس هو مش غريب, أنت دلوقتي بقيتي تتكلمي كتير عن الأكل وتنبهي الناس ومصادر المعلومات كترت والناس بقت تشوف فيديوهات وتروح اليوتيوب يعني وخبراء التغذيه كتروا والدورات كل واحد دلوقتي يقدر ياخد دلوقتي كورس او دوره ويبقى خبير في التغذيه والتغذيه العلاجيه والعلاج مش عارفه ايه والكيتو والميتو والصيام المتقطع والصيام المتقطع الطويل والقصير كترت الحكايه. ليه؟ لان العدو بيكبر. صح. لانه الخوف بيزيد. احنا زمان ما كناش بنطلب اكل من بره, دي فكره ما كانتش موجوده يعني. صح. حتى في جيلنا ده ما كانش موجود خالص. مين ده اللي كان يطلب اكل من بره؟ ده لما كانت ماما وبابا ياخدونا ننزل ناكل سندوتشات شاورما, ده مره في السنه بتاع الشاورما في العيد. كان بيبقى حدث في العيد يعني النهارده ناكل شاورما. صار دلوقتي اللايف ستايل مختلف, العادات الغذائيه بتتغير, شكل اليوم بيتغير, سلوك الام وطبخها في البيت اتغير, كل ده اتغير, بالتالي النبره من الناحيه الثانيه عشان توازن هذا الموضوع بتزيد. اللي حصل انه الدراسه اللي اتكلمت عنها هيدي دي بالارقام بتقول لك انه معدل الاصابه بالسكر من النوع الثاني, احنا بنتكلم دايما عن النوع الثاني اللي هو وجود مستويات عاليه من السكر في الدم, المعدل ده ارتفع عند المراهقين والشباب من 117 حاله لكل 100,000 شخص, يعني كل 100,000 شخص في 117 حاله بيجي لهم النوع الثاني من السكر. الكلام ده كان سنه 1990, ارتفع لكام؟ ارتفع ل 183 حالة بيجي لهم سكر من النوع الثاني في كل 100,000. شوفوا فرق العدد في عام 2019. في السنين العمر دي في ال 30 سنة دول زادوا من 117 حالة ل 183 حالة. معدل الوفيات كمان ارتفع. كمان بسبب المرض ده. الغريب بقى انه معدلات الإصابة ارتفعت, معدلات الوفيات ارتفعت, لان في ناس بالمناسبه بتبقى عارفه ان عندها سكر وتقول لك ايه, هاخد الدواء واكل بسبوسه بالقشطه,
هاخد الدواء واصل في دلوقتي حقن كتير بتنظم مش عارف ايه. ففكره برضو استسهال ان احنا هننتصر على هذا المرض لان طبعًا. العلاجات بقت كتير طبعًا. قد تكون هي اللي رفعت نسب الوفيات. الغريب بقى ان معدلات الوفيات عند الستات اعلى من معدلات الوفيات عند الرجاله في سن اقل من 30 سنه. ودراسة كمان كشفت انه مؤشر كتلة الجسم المرتفع، دايما نسمع حكاية مؤشر كتلة الجسم ما بقاش نكتفي بالميزان، اطلع على الميزان انت كام كيلو، بتقيسي كتلة الجسم، معدل كتلة الجسم ده اللي بيقولك انت عندك قد ايه دهون، جسمك ازاي شايل اكتر من حمله الى اي مدى، وتتصنف لا انت هنا في المعدلات الطبيعيه، لا انت هنا تصنف زياده وزن، لا انت هنا تصنف سمنه، انا عمري ما عملته ده، لا انت هنا تصنف سمنه مفرطه. يعني عملتي انت قبل كده؟ اه طبعا عملته قبل كده كتير، والحقيقه انه مهم جدا. يعني ممكن شكلك كده يقول ان مفيش حاجه، ملوش علاقه، بس لا ملوش علاقه، بس الدهون المتركزه في منطقه البطن طبعا تديك مؤشر، دون المتركزة في منطقة الأرداف تديك مؤشر مهم جدا معدل كتلة الجسم. نرجع تاني نتكلم عن مثلث هام جدا دلوقتي كل العالم بيتكلم عنه، وهي السمنة والسكر والضغط طبعًا. الناس كلها دلوقتي عندها سمنة، فبالتالي ده بيخلي عندها معدلات سكر وضغط أكبر من الأول بصرف النظر عن السمنة.